كما تشاهد معي والسادة المشاهدين بأننا يعني تلفزيون الكويت بجميع كوادره الفنية والهندسية والطواقم المنتشرون بالفعل يعني ما يشاهده المشاهد الآن هو وجودي أنا فقط مع الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ في جامعة الدولة الكويت في جامعة دولة الكويت. نقوم بهذه التغطية ونقوم بهذا التحليل لهذا اليوم وهذا العرس الديمقراطي، ولكن هنالك الكثير من الجنود المجهولين من خلف هذه العدسات ومن خلف هذه الكاميرات في الطاقم الهندسي داخل وخارج داخل المناطق الأخرى. كما تشاهدون استعرض معكم الدوائر الانتخابية الأولى الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وكل صورة تبث الآن إليكم بثا حيا ومباشرا من داخل هذه الدائرة في جميع اللقطات والكاميرات الموزعة والمنتشرة سواء عند مدخل اللجان الرئيسية وداخل سور المدرسة وداخل اللجان المتواجدة أمام القضاة، ونراقب ونلاحظ أولا بأول كيف يتوجه الناخب للإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع والمسموح قانونا منذ فتح باب الصندوق بشكل قانوني في تمام الساعة 8 صباحا. بالعودة للحديث مع الدكتور حمد القحطاني أستاذ التاريخ في جامعة دولة الكويت حول السن القانوني الذي يسمح، كان قد ذكر بأنه يعني يفضل أن يكون في سن 40، ولكن الدستور عندما وضع في السنوات قبل 50 سنة تقريبا أو أكثر، الدستور 1962 عندما وضع الدستور أبو الدستور الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه وانطلق بهذه العملية الديمقراطية، ارتأى ومجموعة من المؤسسين للدستور الكويتي في دولة الكويت من رجالات الكويت أصحاب الخبرة بأن يكون سن 30 هو سن المناسب. الآن رسالتنا أمانة نحن لا نقوم فقط بتغطية انتخابات أمة 2016 للسادة المشاهدين كتغطية، إنما لدينا رسالة وموجهة أمانة بشكل مباشر للناخبين من الآن وحتى إقفال صناديق الاقتراع في تمام الساعة 8 بأن نوجههم بأن نحثهم على أن يكون الاختيار لوطني. انطلقنا بهذه الحملة الإعلامية أمانة بتوجيهات سامية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بأن دائما كانت كلماته يقول أعينوني وساعدوني من أجل أن نحمل معا راية الكويت وبناء الكويت وإعمار الكويت، بأن نختار نحن القرار بأيدينا نحن أنا وأنت وجميع المرشحين، بأن نوصل 50 ممثل أو جميع الناخبين بأن نوصل 50 مرشحا إلى قبة عبد الله سالم. الآن عندما يكون في سن 21 وبعد أن ينهي الفصل الجامعي وأنت أستاذ في جامعة الكويت، أمامه 8 سنوات من سن 22 سنة تقريبا بعدما أن ينهي ويحصل على الإجازة الجامعية، أمامه إلى غاية سن 30 إذا أراد أن يدخل معترك الحياة السياسية وكما كفل له الدستور، 8 سنوات تعتقد بأنها كافية بأن يصقل خبراته بأن يكون ممثلا للأمة دكتور حمد؟ ممكن هذه السنوات ممكن تكون كافية وممكن لا تكون كافية بناء على الشخص نفسه. هل الشخص هذا مطلع؟ هل الشخص هذا يعني قارئ؟ هل الشخص هذا متعايش مع الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت؟ وعلى فكرة ترى ليس كل يعني تقريبا الذين يرشحون أنفسهم، ما أعتقد أن يرشحون أنفسهم عمرهم يعني 30 سنة، أكثر شيء يعني من 40 من 50 عندما يكون له قاعدة من الناخبين، عندما يكون له طبعا خبرة يعني كافية، فيبدأ هذا الشخص في الحقيقة بالاهتمام بالترشيح ويبدأ يعمل. وكذلك أن كل هذه الأمور في الحقيقة الدستور ومواد الدستور كلها موجودة في الجامعة موجودة في الثانوية، فيكون عنده طبعا. النقطة الأخرى للمرشح يعني هل هو قادر على أن يواجه الجمهور؟ هذه نقطة في الحقيقة، هل هو له قدرة على أن يواجه قاعة عبد الله السالم والصراعات الموجودة؟ هذه نقطة في الحقيقة ليست موجودة في كل شخص، ولهذا الذي ينزل ويرشح نفسه يعتقد من الناحية النفسية الداخلية أنه قادر على هذا العمل، وإلا في النهاية سوف لا يحقق وسوف يعني يفشل وسوف لن يصل، لأن الخمسين الذين يصلون بناء على اختيار من الناخب. والسؤال هنا كيف أنا أختار؟
هذا هو السؤال في الحقيقة المهم جدا لأهل الكويت كلهم اللي يشاهدوننا، كيف أنا أختار؟ نحن عملنا جاهدين من خلال تغطيتنا الإعلامية بأن نوجه الناخب بقدر المستطاع بأن لا نفرض عليه، ولكن علينا دائما أن نذكره بأن الصوت للوطن. وكان حملة وزارة الإعلام والتي كما ذكرت لك هي ترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو أن يكون صوتي لوطني. كيف تقرأ هذه الحملة وكيف وجدت هذه الحملة بصفتك مشاهدا وليس أستاذ للتاريخ في جامعة الكويت دكتور حمد؟ طبعا الحملة مهمة جدا، والحملة لمستها يعني طبعاً سمعت فيها في عبر الوسائل في تويتر. كيف وصلت إليك؟ يعني وصلت في الحقيقة أول شيء عن طريق الإذاعة، شفنا نتابع الإذاعة يوميا عن طريق التلفاز دعوة الكويت. جميل. وجميع طبعا القنوات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا تويتر، عن طريق السناب شات، لأن في الحقيقة هذه رسالة مهمة جدا. صوتك لوطنك، وطنك، السؤال هنا هو الوطن. الوطن ماذا يعني؟ الوطن، الوطن هو يعني الحياة، الوطن هو يعني المستقبل، الوطن هو يعني الشعب، الوطن هو يعني القوانين. كل هذه الأمور في الحقيقة مجتمعة في الوطن. إذن هدف وزارة الإعلام أو الرؤية لوزارة الإعلام والتي تريد أن تصلها أن يجب أن نحافظ على هذا الوطن. إذن السؤال كيف نحافظ على هذا الوطن؟ بهذا الاختيار، بأن يكون هناك 50 شخص يعينون حضرة صاحب السمو ويعينون الحكومة ويكون لهم دور إيجابي بما يحقق هدف المواطن. لأن كما هو معروف، اسمح لي، أن هناك السلطات هي 3 سلطات: السلطة التنفيذية والتشريعية، وكل سلطة منفصلة. وعندما ترجع إلى الباب الرابع من الدستور تجد أن هناك مواد دستورية وعددها 124 مادة، وكل سلطة من السلطات لها مواد خاصة فيها، ولهذا يجب أن يكون هناك في تعاون. ولكن السؤال هنا، ما كيف السلطة التشريعية والتنفيذية، ما هي الرؤية لها؟ رؤيتها تعتمد على نقطتين أساسيتين. سأخذ منك هاتين النقطتين في كيفية وجود هذه العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأريد أن أصطحبك معي داخل الاستوديو. وهذه التغطية الجميلة التي تقوم وزارة الإعلام بتغطيتها أولا بأول، وعندما ذكرت بأنه يجب علينا كمواطنين أن نوصل 50 مرشحا هم الأكفأ، هم الأجدر على تحمل هذه المسؤولية، أعانهم الله أمانة على تحمل المسؤولية. يعني الواحد، يعني احنا نقولها بشكل بسيط، يعني الواحد يدوب يستطيع أن يتحمل وجود أسرته، زوجة وأولاد، ولكن يتحمل وزر أمة كاملة بحيث يتحمل جميع همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم وحقوقهم وواجباتهم. دعني أنتقل معك إلى زميلتي صباح البدران المتواجدة معي داخل الاستوديو. صباح